عدالة والله ما انا حبسين والله ما انا حبسين كم ازيف الله. واليوم جينا لهنا دار صحافة باش نسدو خاوتنا لجورناليست فنوخ فتح من اجل اطلاق سراح صحفي الحر خالد الدراني. احنا ان شاء الله حنكملوا في النضال تاعنا حتى وين تتحقق ان شاء الله شروط الحراك الشعبي والثورة السلمية اللي من المطالب تاعها ومن اهدافها هو تحرير الصحافة والعدالة من كل قيود. عدالة مستقلة ماشي خبرجي خالد صحافي ماشي خبرجي خالد صحافي ماشي خبرجي ماشي خبرجي عدالة مستقلة صحافة حرة ما باعوش الكوكايين